كنشكر قناة أنفاس على هذا اللقاء وعلى هذه البادرة الطيبة. نقول رغم المراسلات اللي درنا للحكومة، رغم جميع المحاولات اللي دارت من أجل استئناف عمل ديال قاعات الأفراح وبصفة عامة قطاع تمويل الحفلات، إلا أنها للأسف باءت بالفشل. احنا أصبحنا الآن نستعطف صاحب جلالة نصره الله الذي نعتز بوطنيتنا ونعتز بمغربيتنا، نناشد صاحب جلالة نصره الله أن يلتفت لهذه الفئة التي تضررت كثيرا من هذه الجائحة. نعلم أن هذه الجائحة ضرت جميع بلدان العالم، كنتمنى الله أن يرفعنا هذا البلاء، لكن للأسف في البلاد ديالنا كاين بزاف قطاعات اللي هي مشابهة للقطاع ديال قطاع تمويل الحفلات وهي كتشتغل بأريحية. تنستنكروا قرارات الحكومة في منع هذا القطاع من العودة للعمل ولو بنسب قليلة. دارت الفيدرالي المغربي لمويل الحفلات برئاسة السيد محمد رحل السلامي كان خضاء البادرة وراسل الحكومة وجالس مجموعة من الوزراء من أجل الالتفات لهذا القطاع، لكن للأسف ما كانش نتيجة. نفس الطريق مشات فيه الاتحاد المغربي لأرباب موسيقى قاعات الحفلات بمراسلات الحكومة، وللأسف ما كانش نتيجة. القطاع الان راه تضرر بواحد الشكل كبير، كاين قاعات، كاين مجموعه من القاعات اللي هما راه غلقوا الابواب ديالهم. الشغيله ديال قطاع تمويل الحفلات، ان لم اقول لكل العاملين في القطاع، راهم اعلنوا الافلاس ديالهم. الناس اصبحت جد محتاجه في هذه الفتره. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفعنا هذا البلاء، يرفعنا هذا الوباء، وكنستعطفوا صاحب الجلاله وكنتمناو انه يلتفت لهذا الشعب ديالو ولهذ العينه من القطاع، من عينه قطاع تمويل الحفلات اللي تضرر بزاف، انه يرجع للعمل في اقرب فرصه ممكنه. فبالاضافه للمشاكل اللي تعانيها الشغيله في قطاع تمويل الحفلات، فارباب القاعات راه عندهم واحد المشكل كبير بزاف. بالاضافه للدعاوي اللي كاين في المحاكم ديال الافراح، كاين محلات ديال قاعات الافراح اللي السيد تيحاول يرد سواره المول الملك وترفض ياخذ الساروت حتى يخلص ليه الواجبات الكرائيه المتراكمه. وكاين تهديد كبير بالاضافه لهذه، بان كاين الناس اللي كاين قاعات باسم الشخصي ديالو ماشي باسم شركات، دونك المالك تيمشي في الدعوه ديالو للاملاك ديال المكتري. دونك راه كاين واحد الازمه كبيره اللي تيعيشها ارباب القاعات، تيعيشوها الممولين، تيعيشوها الشغيله بصفه عامه ديال قطاع تمويل الحفلات، اللي ولات صعبه 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 جدا. الناس بزاف تضروا، بزاف الناس اللي مشاو اعلنوا الافلاس ديالهم، وبزاف الناس اللي باعوا الماتريال ديالهم بنص الثمن، ماشي بنص الثمن، بالربع ديال الثمن، وباقيين تيتمناو ان هذا الوباء يترفع ويرجعوا للعمل ديالهم. بالنسبه للشغيله، راه اغلبيه الشغيله لا سربايه لا ميناج نقافه، هذا الشيء راه كلهم حتى هما راه نفس تعرضوا لنفس الازمات اللي اعلنوا، الاغلبيه منهم اعلنوا الافلاس ديالهم، والبقيه راه تنتظر في الايام القليله حتى يتعلن الافلاس ديالها. كنتمنوا من صاحب الجلاله انه يلتفت لهذ العينه ان شاء الله تعالى. اما بالنسبه للحكومه، رغم المراسلات باقي حنا كنستنكروا هذا الصمت ديال الحكومه على هذا القطاع.